السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم يا شباب؟ أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو أصدقاء سوف نقوم بتختيم كل المقايضات يا شباب، حرفيا سوف نقوم بتختيم المقايضة 99 وكذلك 101 يا شباب. لذلك قبل البداية أساطير، لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو، وخلونا ننطلق مباشرة يا جماعة. أول شيء خلونا نتوجه للمقايضات يا ساتر يا جماعة. تقريبا أول مرة سوف أعمل هذه المقايضة، نتمنى فقط أن يكون حظ أسطوري فيها يا جماعة. خلونا نشوف أول البطاقة، خلونا نزيل ماسكرانو يا جماعة. حرفيا أنا متحمس جدا لتختيم هذه المقايضات معكم يا أساطير، ونشوف كيف سوف يكون الحظ فيها يا جماعة. أول مقايضة خلونا نشوف اللاعبين، نشوف بطاقة كريستيانو يا ساتر على هذه البطاقة لو تظهر يا جماعة. حرفيا سوف نختم مركز الإسي أصدقاء. معنا كذلك البطاقة الخاصة ب يعني خلونا نمر عن بطاقة كريستيانو يا جماعة. ضغطت عليها 3 مرات في أمل أن تصعد هذه البطاقة، كذلك بطاقة نيكو ويليامز يا أصدقاء. وخلونا نتوجه مباشرة، كما تعلمون أنا محتاج 3 لاعبين من هذه المقايضات. أرغب في بطاقة رودري سي دي إم، وأرغب ببطاقة ماغنين في حراسة المرمى، وأرغب بأي بطاقة 99 أساطير. هذه هي أمنيتي في هذه المقايضة. وخلونا ننطلق يا شباب. معنا أول مقايضة، يا ساتر يا رب أن يكون حظي جيد مع اللمعة الثانية. خلونا نشوف حظنا يا أساطير. من هو اللاعب؟ من هي الدولة؟ حرام، مستحيل. عندما يظهر مثل هذه الدولة أعلم أن حظي سيء جدا. خلونا نشوف أولتها لاعب من 96. سوف نستفيد به يا شباب بأن نضعه في الوقت الإضافي حتى نعمل المقايضة 6000 توكن والطب 50 أساطير. وخلونا نعمل المقايضة للمرة الثانية يا شباب. يا رب أن يكون حظي أفضل من المقايضة الأولى يا جماعة. خلوني أضع لاعبين 95، وكذلك نضع بعض اللاعبين 92 يا شباب، ونضع البطاقة 85 بشكل سريع يا أساطير، ونتمنى أن يكون حظنا أسطوري. يا رب يا رب أن نحصل على لاعبين جيدين في المقايضة الثانية يا شباب. خلوني أتمنى أن يكون حظي جيد. لاحظوا الانترنت ضعيف ضعيف جدا يا شباب. ومع اللمعة الأولى يا أساطير خلونا نشوف حظنا. يا ربي يا ربي يا ربي، دولة إسبانيا إسبانيا، لا تقل يا ربي أن يكون. لا والله كنت أعتقد شكرينيار، لكن أعتقد أنه نفس اللاعب الذي حصلنا عليه. نعم يا أصدقاء، نفس اللاعب. شكل اللاعبين 96 معلقين في هذه اللعبة، لكن أفضل شيء لأننا نحتاجهم في المقايضات يا جماعة. أفضل شيء أن يظهر لك لاعب 96 على أن يظهر لك لاعب 97 أو 98. أفضل شيء لاعب 96 أو لاعب 99 من هذه المقايضة حرفيا يا شباب. وخلونا نكمل هذه المقايضة يا أساطير. خلونا نضغط على بطاقة رودري ونشوف هل سيكون هنالك حظ في هذه المقايضة الثالثة أم لا يا أساطير. يا ربي يا ربي، أتمنى أن يبتسم للحظ يا جماعة. حرفيا لحد 9 لاعب 96 يا أساطير. خلونا نشوف المقايضة الرابعة يا شباب، أو المقايضة الثالثة يا أساطير. يا ربي يا ربي أن يكون لاعب جيد. من هو اللاعب؟ برتغال، رونالدو، رونالدو، لا ال دبليو، لياو 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 يا جماعة، أعتقد أنه لياو. لا والله حرام حرام، كنت أعتقد أنه لياو، لكن فيليكس يا جماعة. ماذا سأفعل به؟ كما تلاحظون 3 مقايضات ب3 لاعبين 96 يا شباب. حرفيا من هذه المقايضة تستطيع أن تفتح الباكج 6000 توكن في الطب 50 بسهولة يا جماعة، لأن هذه المقايضة والله كنز كنز يا أصدقاء. وخلونا نشوف المقايضة الخامسة يا أساطير، أو الرابعة، والله لم أعد أتذكر. يا ربي أن يبتسم للحظ. لحد ساعة حظي فقط في اللاعبين 96. يا ربي يا ربي أن يبتسم للحظ. كذلك سوف نتوجه حتى نفتح للمرة الثانية الباكج 101 يا شباب. خلونا نشوف حظنا يا أساطير. بلجيكا، لا تقل لوكاكو، لا تقل لوكاكو مجددا يا جماعة. حرفيا لديه بطاقتين من بطاقة لوكاكو 98، لكن الحمد لله الحمد لله، إن احتجت سوف أضعه في المقايضة الوقت الإضافي يا جماعة. لكن خلونا نمر للمقايضة الموالية يا جماعة. خلوني أشوف رقم هذه المقايضة. نعم هذه المقايضة سوف تكون هي الخامسة يا أساطير. خلونا نضع بطاقة زانيتي، لم أعد أحتاجها يا شباب، ونضع بعض اللاعبين 92. أعتقد أنني محتاج حتى أشتري بعض اللاعبين، سوف نشتريهم ثم سوف نكمل هذه المقايضة يا أساطير. يا رب يا رب أن يكون حظي جيد في المقايضة الخامسة. لحد الساعة ابتسم للحظ في بطاقة لوكاكو، لكنني لست محتاجها. يا رب إسبانيا، يا رب إسبانيا، إسبانيا إسبانيا، حرام، لا تقل لي إستي. إربي، من هو هذا اللاعب؟ من هو هذا اللاعب؟ من هو هذا اللاعب؟ كيميتش 97.
حرفيا بطاقة أسطورة جدا في هذا المركز، لكنني لست محتاجها يا أساطير. خلونا نكرر المقايضة حتى نشوف حظنا يا أساطير. المهم هو ما لاحظته يا شباب أن الحظ تدريجيا بدأ يصعد معي يا شباب، من البطاقة 96 حتى 98 والآن 97. خلونا نعمل المقايضة 6 ونتمنى أن يكون حظنا جيد يا شباب. نتوكل على الله يا أساطير. والمقايضة 6 يا جماعة، يا ربي يا ربي أن يكون حظي جيد يا شباب، يا ربي يا ربي أن نحصل على لاعب 99. وخلونا نتوكل على الله. مع اللمعة يا أساطير، مع اللمعة، يا ربي يا ربي يا ربي إسبانيا، يا ربي إسبانيا، يا ربي إسبانيا، كفارة كفارة كفارة، مستحيل يا ربي 99، يا ربي 99، مستحيل مستحيل. أخيرا بطاقة عالمية، بطاقة كفارة تسخيل يا شباب بأوفر 99 يا جماعة. والله لا أعلم هل أضعها في التشكيلة الخاصة بي أم نضعها في المقايضة 101. نعم يا أساطير، أعلم أنكم ترغبون في أن نضعها في المقايضة يا شباب، حرفيا ما كنا محتاجين إليه، حصلنا عليه اللاعب 99، سوف نحتاجه في المقايضة الموالية أساطير. الآن خلونا نتوجه حتى نشتري بعض اللاعبين يا أساطير، لأننا محتاجين بعض البطاقات حتى نكمل هذه المقايضات. خلوني أبحث عن بعض البطاقات الرخيصة، خلونا نشتري 5 بطاقات أو على الأقل خلوني نشوف البطاقة الموجودة، خلونا نشتري 4 حتى نضيف مقايضتين فقط يا أساطير، سعرها 13 مليون. خلونا كذلك نشتري بعض اللاعبين 90 يا جماعة، نبحث عن اللاعبين 90، وجدت عليهم 999، لكن خلونا نشتري بطاقة بأوفر 91 يا جماعة، نتمنى فقط أن يكون حظنا جيد. وخلونا نشوف هل اشترينا، نعم فعلا البطاقة 94 قد حصلنا عليها. خلونا الآن نشوف، نعم قد تم شراء كل البطاقات. خلونا نكمل المقايضات الآن يا أساطير، نتوجه مباشرة لحظة اليورو يا شباب. أنا متحمس جدا بما أننا حصلنا على بطاقة كفارة أن يبتسم لنا الحظ مجددا يا شباب، يا رب أن نحصل على بطاقات أخرى يا شباب. نحتاج أكيد بدولة إسبانيا يا جماعة، والله محتاج لدولة إسبانيا، يا رب أن يظهر لي علم إسبانيا في المقايضة 7 يا شباب. وعلى بركة الله خلونا ننطلق في المقايضة 7، يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي أن نحصل على لاعب جيد يا شباب. خلونا نشوف، يا ربي يا ربي يا ربي علم إسبانيا، يا ربي علم إسبانيا، يا ربي علم إسبانيا. الوكاوت الوكاوت، من مين ده؟ أعتقد شكرينيار، نعم شكرينيار، 97 يا أساطير، بطاقة أسطورية، بطاقة جيدة جدا، سوف نحتاجها كذلك في باقي المقايضات. وخلونا نشوف، أعتقد أنه يعني سوف نعمل مقايضة أخرى يا جماعة. حرفيا لحد الساعة لم نحصل أو لم نرى علم إسبانيا ولا مرة يا شباب، خلونا نعملها آخر مرة يا أصدقاء ونشوف حظنا يا شباب. بسم الله على بركة الله، للمرة الثامنة يا أساطير ولم يظهر معنا علم إسبانيا يا شباب، وعلى الأقل نحتاج مقرنة 99 لحد الساعة لم نحصل عليه يا شباب. يا ربي أن يبتسم للحظ يا إخوان، يا ربي يا ربي، ادعولي ادعولي فيما قبل آخر مقايضة يا شباب. خلونا نشوف مع الوكاوت يا أصدقاء، مع اللمعة، يا ربي يا ربي يا ربي علم إسبانيا، إسبانيا حرام، لا تقل لي 94، لا تقل لي اللاعب الذي اشتريته الآن يا شباب. نعم هو يا أصدقاء كما تلاحظون، والله أصبح الحظ سيء في الأواخر، منذ أن حصلت على بطاقة كفارة أصبح حظي سيء يا جماعة. خلونا نشوف هل سنضيفها مرة أخرى أم لا يا شباب، يعني خلونا نضيفها مرة أخرى، يا رب أن يبتسم لنا الحظ، يا ربي يا ربي. نحتاج علم إسبانيا، والله أحتاج رودري أو يعني على الأقل ماجنين يا شباب. وخلونا مع آخر باكج، يا ربي أن يبتسم لنا الحظ فيه يا إخوان. بسم الله على بركة الله، نحتاج علم إسبانيا، علم إسبانيا، إسبانيا إسبانيا، مين ده؟ أوكرانيا، لا والله حرام حرام حرام، مستحيل الحظ في الأواخر يا جماعة. لعب 96 الحمد لله نحتاجه يا أساطير. وخلونا نشوف هل زالت لنا مقايضة أخيرة أم لا يا شباب. نعم يا أساطير، تبقت لنا آخر مقايضة سوف نعملها أمامكم يا شباب، نتمنى أن يكون حظنا فيها أسطوري أصدقاء. خلونا نضع في اللاعبين 90 95 يا أصدقاء ونشوف حظنا يا إخوان، يا ربي يا ربي أن يكون عالم جيد يا شباب. بسم الله على بركة الله، آخر مقايضة في المقايضات 99 يا جماعة. خلونا نشوف اللمعة الثانية ونتمنى أن يكون حظنا جيد يا شباب، يا ربي يا ربي علم إسباني، أرجوك يا إي إي، أرجوك يا إي إي، فرنسا، جيكي جيكي، مستحيل، الكام، غريزو، غريزمان، غريزمان 98 يا شباب، ختامها مسك ولو أننا نحتاج لاعب 99، لكن كنت محتاج ماجنين يا جماعة، لكن للأسف يا إخوان بطاقة غريزمان سوف تكون جيدة يا شباب. حرفيا حصلنا على لاعبين 97 ولاعب 99
99 وثلاثة لاعبين 98، حرفيا مقايض جليتش يا شباب، أنصحكم بأن تفتحوها يا إخوان. خلونا نشوف هذه المتطلبات، حرفيا ما عليك سوى أن تجمع المتطلبات الخاصة بالمقايضة الأولى، وحرفيا سوف تضمن من خلالها المتطلبات الخاصة بهذه المقايضة الكبيرة. كما تلاحظون كل اللاعبين حصلت عليهم من المقايضة السابقة، فهي بسيطة بسيطة جدا. أنصحكم جميعا أن تفتحوا المقايضة الأولى يا إخوان. كما تلاحظون هذه المقايضات لم أشتريها، أو هذه المتطلبات لم أشتريها ولم أحصل عليها. كما تلاحظون من كثرة البطاقات التي معي، والله وضعت 4 بطاقات، 4 و 96، لذلك نتمنى بطاقة رودري، نتمنى بطاقة لامين يامال، نتمنى بطاقة نيكو ويليامز. يا رب أن يكون عالم إسبانيا، أرجوك أن لا يكون أكانجي أو ماغنين يا إخوان، على الأقل خلونا نرفع التوقعات. أرجوك يا إي عالم إسبانيا، لاحظوا الإنترنت شكلها الباكاج ضخم يا إخوان. يا ربي عالم إسبانيا، إسبانيا إسبانيا، يا ربي يا إي أرجوك يا إي إسبانيا إسبانيا، مستحيل أخيرا، لا والله حرام حرام يا إيه. هذا اللاعب أنا أمتلكه، حصلت عليه في المقايضة الأولى وأحصل عليه للمرة الثانية يا جماعة، والله أسوأ شيء يمكن أن يحدث لك يا جماعة، حرفيا للمرة الثانية أحصل على هذه البطاقة، ماذا أفعل بها؟ والله لا أعلم يا جماعة، لكن الحمد لله أفضل من بطاقة أكانجي يا جماعة. أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد أعجبكم يا شباب، لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو، شكرا لكم على المشاهدة.